الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سؤال: ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك؟ الجواب: أولا، أن يرى الهلال المكلف بنفسه فيصوم. ثانيا، أشياء الذي يحصل فيه اليقين، يعني شاع في المنطقة وفي البلدة أنه ثبت ورؤية هلال شهر رمضان، فأيضا أشياء يفيد اليقين، أيضا يكفي للمكلف أن يصوم ويبني عليه بداية شهر رمضان المبارك. الثالث، أن يخبر عادلان بأنهما شهد الهلال ليلا، فأيضا يكفي في ثبوت رؤية الهلال إذا شهد اثنين عادلين فيكفيه وله أن يبني على شهادتهما ويصوم الشهر الفضيل. الرابع، أن ينقضي على أول شهر شعبان 30 يوما، يعني مع إتمام العدة لشهر شعبان المبارك 30 يوما، فيكون بعده يوم أول شهر رمضان. وكذلك في مضي 30 يوما في شهر رمضان ليكون بعده أول يوم شهر شوال المبارك، فيكون يوم عيد الفطر المبارك. الخامس، أن يحكم الحاكم الشرعي بهلال الشهر، أي أن يحكم المرجع التقليد الجامع للشرائط بأنه قد شوهد الهلال أو ثبت عنده رؤية هلال شهر رمضان. سؤال: هل يصح الاعتماد على رؤية الهلال في البلاد المجاورة أو النائية لإثباته في بلد آخر؟ يعني أنا في هذه المنطقة ولم يشاهد بل رؤية في منطقة أخرى، هل يكفي في ثبوت شهر رمضان في منطقتي أن أستدل على منطقة أخرى؟ الجواب: يصح الاعتماد على رؤية الهلال في البلاد المتحدة الأفق أو القريبة أو قريبة الأفق من بلده أو البلاد الشرقية للبلاد الغربية، يعني مثلا العراق يكون متحد الأفق مثلا مع سوريا، وكذلك العراق هو بلد شرق سوريا، فيكون إذا رؤية في العراق فيثبت أيضا في سوريا. والحمد لله رب العالمين.